نروح للكابتن مجدي عبد الغني نجم مصر طبعا نجم النادي الاهلي السابق. كابتن مجدي ازاي حضرتك؟ تليفون اخر كريم ازيك، وهسلم بقى على الكباتن الاقدميه. اتفضل يا كابتن. كابتن جمال عبد الحميد منور يا جيمي. الله يخليك يا كابتن مجدي. ووليد صلاح الدين منور حبيبي يا كابتن حبيبي. واعتقد جمال حمزه قبل شوقي ولا جمال طبعا جمال اكبر من شوقي ولا قد بعض؟ قد بعض. انت كنت في منتخب الشباب مع كابتن شوقي غريب. قد بعض والله العظيم. طيب يبقى هسلم على شوقي لانه بيلعب في مكاني. كابتن مجدي ماشي بلدوزر. وبعد كده سلم على جيمي حبيبي، يعني حبيبي كابتن حمزه طبعا حبيب قلبي. ربنا يخليك يا كابتن مجدي. وابوه حبيبي وعمه حبيبي، ربنا يخليك. يعني العيله كلها من اروع العائلات اللي لعبت كره قدم. حبيبي كابتن مجدي ربنا يخليك. طبعا انا ببارك لكم بالفعل من قلبي، واي طبعا صدور لقناه رياضيه ده بيسعدني جدا جدا. أيوة. لانه بيدل على ان الحياه الطبيعيه للمصريين بدات ترجع بعد ما كان الكلام كله على التوك شو جيمي وعلى السياسه وعلى الرياضه لا تقل اهميه عن السياسه. وان كريم وجودك وطلتك انت على شاشه النهار في الحقيقه، وانت من الشخصيات اللي انا بحبها جدا. الله يخليك كابتن مجدي. وبحترمها لانك انسان متوازن. الله يخليك. ومتصالح مع نفسك وبني ادم محترم جدا وتربيت تربيه عاليه، ولازم الواحد يعني يشيد بيك، لانك في خلال مشوارك الاعلامي لم نرى منك اي تجاوز يا كريم. الله يخليك. بل بالعكس انت كتير. بتجمع الناس كلها بتجمع على حبك وعلى تقديرك. يعني الله يخليك كابتن، بشكر طبعا. الله يخليك. عايز اقول ان انا سعيد جدا جدا بصدور او رجوع قناه النهار رياضه مره اخرى، وطبعا رجوعها بشكل او بمنهج جديد وهو اذاعه مباريات القسم الثاني، فده شيء يدي قناه الرياضه تميز في الحقيقه رائع جدا. وبتمنى ان التجربه دي، واعتقد باذن الله ان التجربه دي هتنجح في وجود طبعا النجوم اللي موجودين في الاستوديو. ايوه. وفي وجودك وفي وجود التغطيه المتميزه اللي انتوا هتعملوها للقسم الثاني. اللي انا عايز اضيفه كمان ان انا برضو بشكر، يمكن انا كنت بختلف على حاجات كتيره جدا وما زلت مختلف مع الاتحاد المصري لكره القدم السابق. لكن في الحقيقه انا في الحته دي هم اللي بداوا يقللوا وخدوا قرار بتقليل الانديه القسم الثاني عشان تبقى ثلاث مجموعات. واحنا باذن الله هنكمل المشوار كمجلس اداره جديد في اننا نعملها مجموعه واحده بس، فهيبقى القسم الثاني هيبقى يوازي بل ممكن يزيد على القسم الاول في القوه والحماس والمتابعه. فطبعا ده شيء كان لازم برضه يذكر. عايز اقول ان طبعا ما فيش شك ان الدكتور كرم كردي عمل شغل كبير جدا، وانه كان هو المنسق او المسؤول عن الملف ده. لكن برضه مجلس اداره الاتحاد عايز اشكره كله، لان هو في الحقيقه يعني ساعد وكان مع الدكتور كرم في اي شيء بيطلبه وبيعوزه. وما فيش شك ان التحالف اللي حصل بين قناه النهار والسي بي سي في هذا الموضوع، الاستاذ علاء الكحكي وطبعا الاستاذ محمد الامين الاثنين في الحقيقه عملوا شراكه لمصلحه الرياضه ومصلحه كره القدم المصريه. عايز اجاوب على سؤال جمال حمزه كان متكلم محدش هيجاوب عليه. وجمال عبد الحميد كان هو اللي طرحه، وهو ليه 19 19 و18 و17 و17 هو طبعا مجموعه الصعيد 17. مفيش حد من يعني المجموعه انتهت بالصعود والهبوط بقت 17. انا عشان بس تبقوا في الصوره، انا كنت متفق تماما مع الكلام اللي بتقولوه ان احنا ناخد فرقه ونوديها الصعيد وتبقى 18. وخاصه انا اقول لكم يعني يمكن موضوع، لكن طبعا انتوا عارفين مجلس الاداره والتصويت مجلس الاداره مش يعني بالاغلبيه مش شرط
ان يبقى هو الراي السديد، لكن دي رؤيه برضو لازم نحترمها كلنا. ايوه انا قدموا فرقتين، فرقه سيراميكا كليوباترا وفرقه الشرقيه للدخان، انهم يشتركوا في مجموعه الصعيد بحيث ان احنا يبقى 18 18 18 يبقى الشكل العام جميل والمنظر حلو قوي. لكن للاسف الشديد لم يتم الموافقه على هذا الاقتراح، ومجلس الاداره حب انه يبعد عن انه يتقال عليه انه جامل سيراميكا كليوباترا او أي. انه جامل الشرقيه للدخان. فطبعا احنا لسه كنا منتخبين، والحساسيه في الكلام اما واحد يقول كده على الترابيزه يسخنك ويخليك طبعا تخاف. فانما بيني وبينك ال 17 وال 19 وال 18 شكلها مش حلو، لكن ان شاء الله نقدر نتداركها في هي حصلت قبل كده يا كابتن جمال. اعتقد السكر الحامضيه كانوا بيلعبوا في مجموعه الصعيد. وبرده في نقطه تانية انا كابتن وليد لفت انتباهي ليها دلوقتي، ان ممكن مثلا فريق سيراميكا او فريق الشرقيه الدخان اللي هيروح مجموعه الصعيد هو اللي يصعد، يبقى كده مفيش ممثل للصعيد خالص. اسوان والنصر التعدين ينزلوا مثلا، ما هو ده اللي اتقال بالفعل. لكن عايز اقول لحضرتك حاجه، ما احنا مصر المقصه ما هي عنوانها فيوم فيوم الصعيد صح، شمال الصعيد يعني كابتن مجدي بعد اذنك يا كريم، بعد اذنك يا شهد. بص يا جيمي كابتن مجدي هسالك بس سؤال يا كابتن مجدي، هل انتوا بالترابيزه وده زعل وده قال اصل يمكن، ولا ده نظم انتوا بتمشوا عليها، اللي يوافق يوافق واللي ما يوافقش مع السلامه؟ دي نظم، ده سيستم هتمشوا عليه. ازاي انا العب 19 انا في مجموعه فيها 8 فرق دوري ممتاز يلعبوا في مجموعه واحده، والفرقه الثانيه اصل خايف على الصعيد ما يبقاش فيها ممثل الصعيد؟ طب ما انا مالي، ما طالما فرقه ضعيفه ما تمثلش، طالما فرقه ضعيفه ما تمثلش. في عندك نصر التعدين وعندي اسوان. جمال ايوه بص يا جيمي، انت بتتكلم كوره، طبعا الترابيزه اللي قاعده كلها لعيبه على اعلى مستوى، يعني من افضل الناس اللي لمست كوره في مصر المجموعه اللي موجوده في الاستوديو، واخد بالك؟ ما تتكلم كرة حاجة، وما تقعد برضو ويبقى في أمور محتاج أنك أنت يعني عشان ما يبانش أنك أنت ليك أي أغراض. فعلى أي حال هو يعني الموضوع إن شاء الله بإذن الله يعني بالشكل ده، وبرضو أن أنتوا طرحتوا الموضوع دوت، يبقى ده وجهة نظر لابد أنها تحترم. أعتقد أنها في المرحلة الجاية ممكن أنها تتغير يعني باذن الله. ان شاء الله. ان شاء الله كابتن كابتن مجدي انا بشكرك شكرا جزيلا، وبنشكر كريم كابتن. الف الله يخليك كابتن مجدي، الله يخليك وربنا يوفقك. وان شاء الله ده يعني الشاشه شكلها حلو قوي. أي. على فكره أي. الـ الويندوز اللي موجود دوت جايب ملاعب من جميع انحاء مصر، فده شيء في منتهى الروعه. برضه هيساعد على استقرار الامور، والناس كلها هتتابع وهتتابع كرة القدم. وإن شاء الله عايزين كلنا كده نسعى لعودة الجماهير بأي شكل من الصور، سواء جمهور الفريق اللي بيشجع اللي بيلعب على أرضه، أو سواء عدد قليل من الجمهور يخش عشان يبقى التحكم فيه أكثر، أو من خلال كارنيهات أو الإنترنت أو 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 أو. خلونا كلنا نفكر، وكريم يفكر في برنامجه، والكباتن الكبار جدا اللي قاعدين في الاستوديو يفكروا، وان شاء الله باذن الله مع بعض نقدر نوصل لحلول باذن الله. ان شاء الله. بنشكرك كابتن مجدي عبد الغني طبعا نجم مصر ونجم النادي الاهلي الصعب.